فاطمة هذه 12 عام. واو. بيع الخبز، خرينقول، مسمال، البطبوط، هذا الشيء اللي رانا نبيعو. عندي وليدات، عندي راجلي، عندي كل شيء. واه ضروري هذا الوقت كيبغي المعونه بزاف. كيقرا، وعندي ولد عنده 12 عام وبنات اخرين صغار منه. واه واه كاريه كارين، واش غادي دير؟ يعني كنتعاونوا، انا كنتعاونوا انا وراجلي على الوقت. ربعة البوز والكرام ماشي سهله الدعوه. 100,000 درهم. واه عندي الولد طالع للسابعه، البنت طالعة الخامس، وبنت عندي طالعة الثانية، وحدة صغيرة. شوية الحمد لله شوية، لا على حسب هاد كورونا يعني شوية ما كيقراو 3 أيام في السيمانة، ماشي يعني ماشي بحال غادي يقراو كل نهار وهداك. بصراحة الله أنايا درت الروطال بزاف، جلست 3 شهور ما خدمت، ويعني ديك 3 شهور الله ينصر سيدنا ديك المعاونين اللي عاوننا كنا كنتقاسموا بها هكا ونقضينا بها تاع واه يعني كنا ناكلو ونشربو بها وصافي مره وحده. واه يعني كاين اللي شد 5 6 وحنا الله مره وحده اللي شديت. هذا كيطيب في الطاجين ديال الحرشه، هذا كيطيب في المقالي ديالهم، هذا كيطيب في الفران ديال الدار. الحمد لله الكليان كيجي، يعني على حسب الظروف ديال الانسان، ماشي شراء واجو شي بيع وشراء. الحمد لله حمدي ربي وشاكريناه على كل شيء. يعني الانسان ضروري لا كلا وشرب وخلص كراتو وخلص الماء والضو ديالو، الحمد لله يعني باش توفر شي حاجه ما غاديش توفرها، ضروري. ايوا ضروري المشاكل، راك عارف السوق كتكون فيه المشاكل. ايوا بحال مثلا المشاكل يعني ما عندناش بلايص رسميا، يا هادي بحال مثلا غادي تحط هنا كيجي مول السلعه كيقول لك مول الحانوت كيقول لك راكي مبلعه عليا، خصك تحيدي من هنا. يعني عندنا الضغط بزاف، يعني ما عندنا شي بلايص رسميين يعني عشوائيين. بحال مثلا حنا دابا هنا من بعد كنمشيو ليه، كيجي واحد مول الديسر هنا يعني بلاصتو 30 عام هو فيها، يعني ما يمكنناش حنا 12 عام باش تجي تجلسي له في بلاصه. يعني شي هذه المشاكل اللي كتوقع. بصراحه حد الله نطلبوا من الله زعما بحال هكا الدوله ديالنا دير لنا شي حل كاع اللي كيبيعوا ويشروا بحالنا بحال هكا، يعني يديروا لهم شي حل، بلايصات فين يبيعوا ويشري وبزاف الحوايج.